عسلامة مدام. عسلامة مدام، عسلامة عايشك. بيس بيس عايشك. هات من روحك. ألفة من مدينة جديدة ديفورسي. مرحبا بيك مدام ألفة. موضوعنا الطلاق وتأثيره على الأطفال. أنا مطلقة. خلينا نطلقوا من تجربتك. أنا مطلقة، عندي توا قريب 12 عام، وعندي زوج صغيرات بنات، واحدة منهم مطفى عليك بالسكر، مرضت لي مسكينة، ديابيتيك. مطفى عليها. تفيك ربي، طول عمرها مسكينة، على الأج دو 10 عام، 9 عام مسكينة. وكي طلقت مادام أنا مانيش نخدم حتى شيء في الدار قاعدة. أنت من الأول معناها بعد ما تزوجت قعدت في الدار. لا انا قاعد في الدار بطبيعتي، معناتها مش عملت الباك، وعملت الباك عملت اكسيدون مختل. مدفع عليك. ربي عايشك. كيفاش صار؟ كهبه ضربتني، صار لي ايموجين انترن في الراس. الحمد لله بعد عانية، بعد شهر و 25 يوم في البلوك. قبل الزواج هذا بعد الباك نتاعك؟ كنت صبية. معناتها الحمد لله بين ظرفية، أمي وبابا هما اللي معناتها كانوا معايا. أنتوغا بعدها بمدة معناتها نعش 9 عام 10 عام غرست معناتها بدا السيد معناتها ما يخدمش خاطر الدنيا صعيبة وفماش انجذابات، دونك قايم ما نساش أقعد في الدار، ما نساش عادي. مي أنت صحتك بعد الأكسيدون تخليك تنجم تخدم ولا؟ والله انا نحس نجم نخدم، مي الناس يقولوا لي عندك سقوط معناتها كبير برشا ما تنجمش تخدم. ديجا سيدا مورتيل نزيف ايماجين انترن في الراس، اون بلوس صوتي في البلوك قعدت شهر و 25 جور، كي نفس تسكر عليا نقبولي مسؤولي الاحبال الصوتيه. عملت اوتوفوني في شانيكول، عملت برشا بريفي، عملت مي صوت هذاك هو ما تبدلش. هاد العرق مقطع، ما عادش يرجع العرق. صحتك لاباس؟ بون هو لاباس ولا؟ اكيد لاباس، جبت صغار وبنات ما شاء الله يخليهم لك. عاش. اما الطليق هو عرس شاف حياته معناتها ونسى بناته وبنته، اي نسى بناته مع انه بنته بالسكر مسكينه، ديابيتيك عمرها الكل باش يشفي مسكينه، جاها على 10 عام كيكا مع 11 عام، جاها ما نعرفش فيها جاها مسكينه بنتي، حتى انا ما عنديش هو ما عندوش. ان توكا مسكينه توا غادا نعاني في بنتي مسكينه، مغالمون تعبت و تسيح برشا معناتها. قداش عمرها سامحني؟ توا هذا 6 سنين معناها 6 سنين 13 12 عام. واعية بالمرض اللي عندها ولا لا؟ واعية ومش متقبلته جملة بنتي صغيرة معناتها، تشوف صحابها كي نبكي صحابي في الكوليج في تاكل الحاجات الحلوة. ساعات وصلنا نمشيو بها للأورجونس هو صار باش تخليها تبلصوها. قلت وعي بصحتها. مسكينة صغيرة باهي، معناتها أنا تعبت، عندها أختها أقل منها بعام ما شاء الله عليها عادي لاباس عليها، أما أنا كي نمشي حاجة لأختها ونخبي على ياسمين ما تحبش، لا مش عادي، أختها هذا ياسمين تبكي لي معناتها وكيفاش وناكل، كي سالت بيبتها نتاع السكر بريفي هاتي خلاها تاكل، مي مرة في الجمعة كهو. هذا 13 14 يطلع السكر معناتها على الاخر. دونك انا تعبت مانيش نخدم، درت عاد خدم كلها اي وكل كلام فما عاد شيء. مانيش عايش عند امي وبابا مسكن، ماما وبابا تعبوا مني انا وبناتي، مصاريف برشا. الحمد لله نقول الحمد لله. على كل حال مدام كيف جاء قرار الطلاق؟ طلاق كيف جاء؟ من هو؟ انا قاعده في الدار، انا وماما في الدار، وبدق طلعت المنافس، عسلامة مدام انت الفه كذا كذا، عندك استدعاء في المحكمة، عندك طلاق انشاء. في بالكش يا بنتي؟ ما في بالي جنة، تصدمت مع هذا الزلم. امي هذيك شويه تحت داخل امي، هذا ما صورناهاش وقتها في داركم؟ مع دارنا قاعده في دارنا. شنو وقتها مع داركم؟
ليه معناتها ما مش نمشي معناتها طلقت راحت الماء معناتها هو مشى دارنا مشيت انا دارنا فهمت قبل ما طلقوا كنت عايشة معاه لاباس في دارنا عادي لاباس مي معناتها دار طلقتك وين وصلتك؟ صحيح توا كملت خذيت يعني وصلتك لدار امك؟ اي صحيح دار ماما وما با ما عاد وين نمشي علاش طلقك انشا؟ انشا هذا ما والله هذه حاجه ما نعرفش عليه المهم ابعدني برا مع اني انا شي ما عملت له حبيت حب ليوسف خذنا بيريود ما بعدنا 6 ans وانا عايش غاديش فات ما تعشنا بالكدي بالكدي وكي تزوجنا في بالي باش نقعدوا مع تركيا الغلاسون حلوه مي هو شيء منا وشيء منا عنده وذيني هو برشا ما تخوه هذيا ما شو على حسب لون عينيكي تمييز سايب عليك بوهالية مع هذا ما كذا 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 وعطاته بنت خوها خذي بنت خوها خدمة خدمة صحيحة علاش ودك الناس على لا لا كنا مكروه اي خدمة صحيحة نحولي من عيني وقت عندي زبنة صغيرات معناتها ومين با يسأل على بنيته ولا يصرف عليهم انا عاد كما قالت كما هي قالت قبل مش قالت محسن ديما رهيبين ديما يجيب لنا جاهزة كي مشى عليها وعصبي هنا ما تبقل ما طلقتوا اوكي اما صغيرات انت ما جبتهمش وحدك وعرس وجاب صغير من هذه بنت اخته وهذا في فرنسا اي معناتها شو نقول لك مازلت تحبوها نو جمنا نو نسيت ما كان عام حسيتها هذيك ربي عطاها لي كيك النغمه اللي انا فهمت صغار ما عادش حبوه خاطر علاش ليس عليهم لا يكلمهم حتى كي خرجهم ما سمعناش نتكلم هما وهي وولده معناتها يبدا لي ولده اثر منهم هما فهمت هما يحسوا اللي دونك ما عادش نحبوا نخرجوا معاه ما عادش ندوه بيه ننساوه كيما هو نسينا دونك بنتي انا امكم بابوكم خويا عنده ما شاء الله مدللهم برشا من فرنسا جيب لهم حوايج كل شيء يحبوه للاسف علاقه تكون هكا مع صغيرات وبوهم الحقيقه انا ناس مش واعيين ناس جوهي انا عندي هنا هذوما ناس انورمال في مخهم للاسف اما بناتي هما يتعبوا مساكن ربي يخليهم لك بناتك خليك انت على شاشه مدام لك كلمه الختام تحب تقدم تحيه لعائلتك اي تحية سيرتو الماما ماما هي وقفت معايا بالكدا وبابا مسكين انا عملت اكسيدون قلت لك هو زاد بالصلاة والدعاء وبرشا تعب وعائلتي كلها نشكرهم برشا دعموني باش مغلمون سافا معناتها لاباس ونقول كان حاجة واحدة ننسى امون رجال حاجاك وزمان فيهمش امان رجال وزمان ما فيهمش امان رجال فيهمش امان قلتها بالعكس قلت الزين بزمان معناتها مش رجال كيف كيف شكرا مدام.